عندنا كمان اخبار سريعه جدا وبشكل وعنوان وصوره زي ما بقول لحضراتكم، وهنبدا بالاهلي. نادي الاهلي بزيه التقليدي امام سان داونز، يمكن اصفر اجتماع الفني لمباراه الاهلي وسان داونز على ارتداء الفريق لزي التقليدي خلال المواجهه المقرر اقامتها 9 مساء غدا السبت ان شاء الله على ملعب الاهلي والسلام. الاهلي يعزز علاقته الخارجيه خلال الاسبوع الماضي، وشهد النادي الاهلي على مدار الاسبوع الحقيقه الاسبوع اللي فات استقبال العديد من الضيوف سواء من المنطقه العربيه او من اوروبا، مما يؤكد طبعا على تعزيز النادي الاهلي لعلاقاته الخارجيه اللي بتعكس قيمه ومكانه وشعبيه النادي الاهلي الجارفه. طبعا الكابتن محمود الخطيب كان استقبل بمقر الجزيره الكابتن نصار الزهري، ده رئيس مجلس اداره جمعيه رعاه الرياضيين بمنطقه مكه المكرمه، وقام الوفد السعودي بجوله داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وانتهى اللقاء بتبادل الدروع. كمان الكابتن محمود استقبل عيسى الحزامي، ده رئيس مجلس اداره الشرق الرياضي، واللي نقل الكابتن محمود الخطيب تحيات طبعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشرق. وطبعا خلال اللقاء تم توجيه الدعوه للكابتن محمود الخطيب لزياره طبعا اماره الشرق. امبارح كمان كان مهم جدا كابتن محمود الخطيب طبعا استقبل مدير الكره في اتحاد الانديه الاوروبيه المحترفه، ده كان لقاء مهم جدا جدا بحضور المهندس خالد مرتجي امين الصندوق. الزياره طبعا جاءت في اطار طبعا بحث سبل التعاون بين اتحاد الانديه الاوروبيه المحترفه مع النادي الاهلي، والاستفاده كمان من نجاحات النادي الاهلي على المستوى القاري والعالمي، ويكون حلقه الوصل ما بين الاتحاد والانديه الغير اوروبيه اللي بيرغب طبعا فيها الاتحاد في مساعدته في المستقبل القريب. اعتقد ده كان دور مهم جدا جدا الحقيقه، بيعكس قيمه ومكانه النادي الاهلي اللي دايما بنقول عليها، حرصه الدائم على تقديم الدعم والمسانده للانديه بصفته كبير القاره. الحقيقه كمان في جوله في مواقع طبعا جنوب افريقيا في المواجهه المرتقبه يوم السبت، طبعا اكد دينيز طبعا حارس مرمى سان داونز ان فريقه كمان بيركز، مش هيركز بس على الاداء لكن بقدر الامكان عايز يحقق نتيجه جيده، بيعمل طبعا على حصد النقاط الثلاث وعايز يجمع من 10 الى 11 نقطه ليتخطى بيها دور المجموعات والتاهل للدور التالي. كمان تحدثت موقع اي او ال ده الجنوب الافريقي عن المباراه، اشار ان النادي الاهلي هيكون تحت الضغط خلال المباراه خاصه بعد الخساره امام الهلال السوداني، في المقابل سان داونز في الصداره بالعلامه الكامله. في موقع اسمه سكر لدوما ده طبعا لسه في جنوب افريقيا تحدث عن المواجهه بتسليط الضوء على 5 لاعبين في الاهلي يرى انهم مصدر الخطوره على سان داونز. الخمس لاعبين من وجهه نظر هذا التقرير هم اليو ديانج ومحمد شريف وحسين الشحات وبيرسي تاو وعلي معلول. موقع نيوز الاخر سلط كمان الضوء على المواجهه خاصه انها تكرار زي ما بقول لحضراتكم لمواجهه الموسم الماضي من دوري ابطال افريقيا، اشار الموقع ان الاهلي بيدرك خطوره سان داونز ولذلك يسعى طبعا للتعامل معه خاصه في بعد الهزيمه من الهلال السوداني.